بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أنا المجاهد في سبيل الله عبد زمزم أعلن عن توحيد كتائب وسرايا الجيش الحر في منطقة عنجارة والقرى المحيطة بها تحت لواء آل البيت، وأعلن الانضمام إلى المجلس الثوري العسكري لحلب وريفها والعمل مع المجالس الثورية والعسكرية في الداخل. والهدف من هذا التوحيد تجميع القوى في محاربة هذا النظام الغاشم والدفاع عن ديننا وأهلنا وعرضنا وإعادة الأمن والأمان إلى أهلنا. والله على ما نقول شهيد. تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والكتائب هي كتيبة علي بن أبي طالب عنجارة، كتيبة الحسن بن علي الهوتة وبصرطون، كتيبة الحسين بن علي بشقاتين، كتيبة عمر بن عبد العزيز عويجل، كتيبة زين العابدين بن علي الهوتة وعنجارة، كتيبة شهداء عنجارة عنجارة، كتيبة جعفر الصادق كبرناها، كتيبة عصبة أنصار حمص بشقاتين، كتيبة سلمان الفارسي بالا وكفرجوم، كتيبة السلطان عبد الحميد بشقاتين، كتيبة أنصار الحق بلنتا، كتيبة عثمان بن عفان التوامة، كتيبة شهداء نصر الله حلب، كتيبة الخال كفرناها. تكبير الله أكبر الله أكبر.